من معالم التوحيد أيضا كثرة الذكر، فالحج ذكر لله وإقامة لذكر الله، ويشرع فيه الذكر، وهناك ذكر مطلق وهناك ذكر مقيد، وأمر الله عز وجل بذكره: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب وذكر لله. وذكر الله هو من عبادته ومن توحيده.